موضوع نفي التحريف عندنا نحن المامي. عزيزي، كتب نفي التحريف عندنا في مدرسة أهل البيت لا توجد في أي مدرسة أخرى. كتاب البرهان للسيد الرضوي، كتاب البيان للسيد الخوي، كتاب التحقيق للسيد علي الميلاني، كتاب عدم تحريف القرآن أو نفي تحريف القرآن لرسول جعفريان، كتب جدا كثيرة، إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف لأبو عمر العلائي، وكتاب للشيخ محمد هادي معرفة. حتى السيد الحيدري عنده، سيد كمال الحيدري عنده كتاب، الشيخ حسين الراضي عنده كتاب، صديقي الشيخ الماجدي عنده كتاب أيضا في نفي، واسم دفاع عن القرآن. ثامن